مرحبا بكم في بالقانون. باش نرجعوا بكم للفتره الاخرى اللي عشنا فيها ان بلاك اوت اللي انقطع الكهرباء على تونس الكل على كامل تراب الجمهوريه. وهوني برشا ناس تسالت وقت اللي الالات نتاعها تتضرر هل فما تعويضات والا لا. نحكي في الموضوع مع ماتخ انيس الزين اللي هو محامي لدى التعقيب ويجاوبنا على السؤال هذايا. ماتخ مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي اذاعه اكسبريس اف ام. شكرا لك ماتخ انيس الزين. هل انه يصير تعويض على الالات اللي تتضرر من انقطاع الكهرباء وشنو هي لا بروسيدور هوني اسويفر؟ اول شيء لازم نقولوا انه تعاقد الانسان المواطن عفوا مع الدوله في العقد الاجتماعي ان الدوله تقوم بكل ما يلزم لحمايه المواطن، والمواطن يقوم واجب عليه انه يقوم باحترام الدوله وتطبيق القوانين. بالنسبه للمنشاه الساق هذه هي من المؤسسات العموميه ذات من المؤسسات العموميه اللي عندها عقود نتاعها، العقود التي يقوم بامضائها انت ولا انا كي نعملوا نمشيو نخرطوا في الساق، نعملوا معناها عقود تسمى عقود اذعان، لان العقود في الاصل هي ما بين زوز فروع، فما قبول وقبول وفما ايجاب. انا الان نقول راني نحب كذا ونقول كذا ويقع التوافق، ثم يقع امضاء ذلك العقد ويقوم امضاء العقد هذا معناه توافق الارادتين يقوم مقام القانون. بالنسبه للعقود اللي تصير مع السوناد وتصير مع السي كل هي عقود اذعان، معناه احنا نذعن للشروط الموجوده في العقد، معناها ما نجموش نجيو نغير ونقولوا لا اعطيني كيلوات تحسب لي، كان تحسب لي اقل شويه ولا كان تحسب لي كذا ولا كان تولي تقص مثلا نخلص بالجمعتين مش بالشهر. لكن في 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 مقابل هذا شنو يلزم؟ يلزم الشركه هذه اللي هي مهما كانت هي مؤسسه عموميه وغير عموميه يجب عليها الايفاء بوعودها الموجوده داخل العقد، وإذا كان خالفت شرط من شروط العقد فإنه يمكن تتبعها ويمكن طلب التعويض. لهنا تو نرجعوا للإشكالية اللي من طرحت مؤخرا وهي انقطاع الفجئي للتيار الكهربائي بدون سابق إعلام والذي أدى إلى خسائر كبيرة. تو نحن نحكيو الخسائر تتبدل من منزل إلى معمل إلى مصنع. فما ناس تتضرر حتى في حياتها، فما شكون محطوط معناها معناها في داره وعنده اكسجين في داره، خاطر في تعرف المؤسسات العموميه معناها الاستشفائيه ديما فما معناها معوض المولد الكهربائي. فما ناس معناها تتضرر ضرر كبير. هنا شنو يصير؟ المؤسسه هي بيدها تعاين الضرر، انت تمشي تتقدم الشكايه وهي المؤسسه اللي في جهتك انت، مثلا نقولوا احنا مثلا في تونس اقليم تونس، في نابل اقليم نابل، في منزل تميم اقليم، فما اقليم في منزل تميم نتاع نتاع الستيك، يمشي بعد ما تقدم انت مشكله يمشي يعاين الضرر بالحق اللي لحقك انت ويحرر عون خاص مش ستيك هذا الضرر ويقع التعويض للضرر اللي لحقك انت. اكثر من هذا ما نخليوش احنا الواحد نقعد نستناو لين هما يجيو ويعاينونا، لا، الانسان الذي تضرر يقوم بمعاينه ذلك عن طريق عدل التنفيذ ويقوم بقضية في التعويض والقضية في التعويض معناها يوضحها ويأسسها كما يجب ويحط الضرر اللي لحقه وكل يقع التعويض ليه اللي صار له، وكذلك المصاريف، مصاريف التنفيذ ومصاريف التقاضي تعوض له المحكمة. هذا ياخذ برشا وقت ماتخ؟ ياخذ وقت. تعرفوا احنا معناها في تونس الحقيقة معناها القضاء في تونس قضاء ممل شوية خاصة في المدني، معناها ما فماشك السرعة في القضاء، لكن الواحد انا نقول معناه ماذا حق ولا طالب، معناه اذا كان عندك حق وانت تضررت ما فيها باس، تحرق لك ثلاث زبليون ولا زوز ملايين ما فيها باس، ولا كليماتيزور معناه انت باش تجي تخليه كيكه معناه هذه معناه دخل في مئات المليارات من المليمات ما فيها باس، انا كنت تقوم ضده ترفع قضيه ورا تعوض لك بعد انت شاق التعويض حتى من المصاريف التي قام مصاريف التقاضي اللي قمت بها. مشكور ماتخ انيس الزين على التوضيح هذايا المتعلق بالتعويضات على الآلات اللي تتضرر في حال انقطاع الكهرباء. كان هذا موضوعنا اليوم في بالقانون. بالقانون.